الابتسامات وعبارات التوافق الدبلوماسية ثنائية طبعت أجواء اللقاء الأول بين وزيري خارجية واشنطن وموسكو. ملفات خلافية كثيرة عالقة بين الطرفين وسوريا في صدارتها، إلا أن تصريحات الرجلين قبل وبعد اللقاء أكد بمجملها على إيجابية الأجواء والاتفاق على التقارب. اتفقنا على تعزيز التعاون في ملفات المصالح المشتركة، بالإضافة إلى اتفاقنا على العمل لتهيئة الأجواء لحل الأمور والملفات الخلافية العالقة، خاصة تلك المتعلقة بما يسمى بالربيع العربي وسوريا ودول الجوار. من التفاصيل الأساسية التي تم الاتفاق عليها دعوة طرفي الأزمة السورية إلى الحوار. لافروف كما نقل عنه لاحقاً دعا المعارضة السورية لتسمية وفد التفاوض ولبدء جولة الحوار مع حكومة الأسد، والإعلان عن قبولها الحوار بشكل علني وموحد في مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده يوم الخميس في روما. اتفاق لم يعلق عليه الطرف الثاني بشكل شخصي وعلني. ما نقل عن جون كيري بعد لقائه بلافروف جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض التي قالت إن الاجتماع كان إيجابياً وأن سوريا احتلت الجزء الأكبر منه، إلا أن كيري وفي لقاء مع مجموعة طلابية في برلين سبق لقاءه بلافروف شدد على رغبته وثقته بإيجاد نقاط توافق مع موسكو. توافق مبدئياً روسياً أمريكي قد يكون الأقرب والأهدأ بين الطرفين منذ فترة طويلة، رحل مبدئياً بتفاصيله إلى طاولة أصدقاء سوريا. المجموعة تستعد للقاء وفد المعارضة السورية بعد تأكيد الأخير التراجع عن موقفه الرافض للمشاركة وتأكيد حضوره في روما. لقاء نسقت أوراقه في العاصمة البلغارية، حيث دعت المجموعة خلال اجتماعها التحضيري هذا لزيادة الضغط على النظام السوري مقابل وعود إضافية بمزيد من الدعم للمعارضة.